مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس ونومور، وفيديو راح ينزل في وقت مش في وقت نومور، بس لأهمية الموضوع فأنا حبيت أني أنا أعمل هذا الفيديو. الموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه اليوم هو موضوع يعني ما كنت حاب أدخل فيه، خليني أحكي تداعياته أو في مناقشاته أو في الديبيتس أو النيغوشيشنز اللي ماشي حواليه، لكن لخطورة الموضوع صراحة وأهميته اضطريت أن أنا أطلع أحكي فيه. كورونا والدول العربية. فيروس الكورونا الكل عارف انه هو فيروس انتشر في الصين وطلع من الصين، في ناس تحكي طلع من مختبرات الصين، في ناس تحكي طلع من الخباش، في ناس تحكي انه هو مؤامرة امريكية، في ناس تحكي مؤامرة صينية، في ناس عملت كثير سيناريوهات. كل هذا الموضوع انا ما بدي ادخل فيه، لكن اللي خلاني اني انا اطلع احكي هذا الفيديو شغلتين او ثلاث تحديدا صاروا اليوم. الشغلة الاولى التعميم اللي طلع في دولة قطر، طبعا تم اكتشاف حالة او اصابة في بفيروس الكورونا قبل يومين او ثلاث حسب اليوم اللي راح ينزل فيه هذا الفيديو، وبعديها بيومين أو ثلاث اكتشفوا حالتين إجداد لإصابة فيروس الكورونا، وكانوا لا مواطنين قطريين راجعين من دولة إيران بسبب إصابات أو أصيبوا بفيروس الكورونا، هم موجودين في دولة إيران. لهون يعني كان شوي الموضوع ما حيخليني اطلع احكي فيديو لحد ما صار التعميم اللي انا كمان فهمته غلط ونشرته لاصحابي وقلت لهم ديروا بالكم انكم انتم تسافروا من البلد. الفكره في الموضوع كانت انه طلع التعميم رقم 7 من اداره الطيران المدني واللي حكى فيه انه يحظر او يتم حظر دخول اي مواطن او اي شخص يحمل الجنسيه المصريه والقادمين عن طريق نقاط التواصل او الترانزيت لدوله قطر، واللي فهمناه احنا غلط انه المواطنين المصريين ما راح يقدروا يرجعوا يدخلوا على دولة قطر سواء عن طريق الدارك، لانه اصلا ما في طيران دارك لدولة قطر من مصر، والناس اللي راح تيجي ترانزيت واللي عمل دعور انه في كثير ناس اصلا سافرت لشغل او سافرت لإجازة او سافرت لوات ايفر، كيف بدها ترجع هدول الناس او هدول الناس المصريين اخواننا لعملهم او لمعيشتهم في دولة قطر. فعلى إزالة اللبث أو اللبس عفوا طلع تعميم ثاني حكالك مش المقصود أنه الحامل للجنسية المصرية فقط، لا، كل الناس اللي جايين من جمهورية مصر العربية عدا القطريين وهم المواطنين الأصليين اللي هو أكيد حقهم راح يمنعوا من دخول دولة قطر احترازيا لحتى ما ينتشر فيروس الكورونا. ترجع تطلع على الموضوع هيك بشكل عام، طبعا لا بس لتوثيق ايش المصادر اللي انا اخذت منها هاي المعلومات، خليني احكي اخذتها من مكتب الاتصال الحكومي من صفحة اخبار قطر، واللي بيحكي لك قيود مؤقتة على دخول اراضيها جميع القادمين من جمهورية مصر العربية بنقاط وسيطة، وكمان من صفحة W Go قطر على الانستغرام موضوع تسجيل اول حالة كورونا، وكمان موقع دوحتي عن موضوع الحجوزات او خلينا نحكي حظر دخول القطريين، وكتاب تعميم رقم 7 لعام 2020 من هيئة العامة للطيران المدني، والكتاب رقم 8 او تعميم رقم 8 من نفس الجهة لتصحيح الفكرة اللي انتشرت بين الناس. اللي بيخليك شوي تخاف الموضوع انه تخيل انه قطر حظرت دخول جميع الجنسيات للناس الجايين من مصادر فيروس كورونا زي الصين وكوريا ومصر وغيرها من الدول. خليني احكي كمان السعودية اوقفت موسم العمرة، وكمان دول حظرت كثير دول تانية او الطيران يجي مثلا من ايران او يجي من الصين او يجي من كوريا او 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 الاخره. لاحظ هذا الفيروس الصغير اللي ما حدا شايفه او اللي جد أبصر من وين طلع هيك فجأة، قديش أثر ماديا ومعنويا واقتصاديا وسياسيا على كل دول العالم. فاللي بدي إياه منك أنك أنت جد تاخد كل الاحتياطات الاحترازية لتحمي حالك وتحمي عيلتك وتحمي الناس اللي حواليك من هذا الفيروس وتداعياته. ما كنت ناوي أدخل بالتفاصيل الكورونا، لكن صراحة لأهميته لأنه طول هو بعيد عنك أنت بتضلك حاسس إن الموضوع مش كبير، لكن اليوم لما كمان الصبح أشوف إنه الأردن أعلنت أول حالة إصابة بفيروس كورونا مع إني كنت مبسوط إنه يلا الأردن ما فيها كورونا، فاليوم وأنا راجع من الشغل لقيت إنه تم الإعلان عن أول حالة، وأنا راجع من الميتنج الأخير قبل شوي الساعة كانت تقريبا 8 يمكن ونص
بقرا انه الحالات صاروا 5 ولا 4 وكلهم من كارفور بسيتي مول والى اخره. فالموضوع مش بسيط، الموضوع هو بده اجراءات احترازيه لازم الكل يتخذها. ولعشان وعلشان هيك صراحه نويت اني انا اعمل اكم من فيديو، هدول اكم من فيديو راح يكونوا عباره عن الاجراءات والاحتياطات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا. كمان شغلة بس عشان تعرف شو حجم المشكلة اللي نحن بنعاني منها، يمكن تحكي طب ما هو يعني مثلا في قطر 3 إصابات، شو هالنسبة اللي انت عم تحكي عنها؟ اللي عم بحكي لك اياه انه حتحكي لي التفشي في الصين، الصين فيها 89,000 حالة، تعدادها السكاني 1,386,000,000 نسمة. لو حسبت النسبة رح يطلع معك 0.00006%، which is نسبة تعتبر مش كبيرة يفترض، لكن إذا حسبت نسبة الإصابات الموجودة مثلا في دولة قطر 3 على تعداد السكاني فهي 2,864,535 نسمة، فنسبة الثلاث إصابات هدول هي 0.00000 يعني 5 صفار 1، which is نسبة كثير ضئيلة، لكن هيك بحسبة كثير صغيرة. إذا وصل بس عدد الإصابات مثلا في دولة زي دولة قطر اللي تعدادها 2,800,000 تقريبا، إذا وصلوا بس ل 200 فبتصير نسبة الإصابة لا سمح الله في دولة قطر أعلى من نسبة الإصابة اللي موجودة في الصين اللي هي موطن تفشي الكورونا. اعمل حسبة صغيرة على البلد اللي انت فيها، مثلا الأردن 10 مليون ل 11 مليون نسمة يمكن، فانت اذا بدك توصل لنسبة 0.50 بس هيك راح احسبها بشكل كتير سريع عشان احكي لك كم الرقم اللي انت عم تحكي عنه. فلو حكينا 11 مليون 3 4 5 6 ضرب 0.123 4 6، فلو في الأردن صار عدد الإصابات 660 إصابة لا سمح الله، فأنت عم تحكي عن نسبة إما مساوية للصين أو أكثر، مع أنه الصين فيها 89,000 إصابة. فأنت مش عم تحكي عن رقم صغير ومش عم تحكي عن فيروس ما عم بيأثر، عم تحكي عن فيروس. اليوم عم نطلع على السوق الكارفور، الفيديوهات اللي عم توصلني فاضية في دولة قطر، في الأردن في السيتي مول. السيتي مول حط كتاب مفاده انه انت لا تخاف يا مواطن، وانه هذا المصاب كان هو في الاداره في الكارفور مش في السوق ومش محتك مع الناس، وتم تعقيم المكان والى اخره. بحب احكي انه المواطن اللي مصاب بفيروس الكورونا اللي اخبار اللي انتشرت انه هو راجع كان من ايطاليا، كان راجع من اكثر من 12 يوم وما تم معرفه انه معاه فيروس الكورونا في الاردن. فالاردن وزارة الصحة غير مؤهلة، أنا بالنسبة لي إنها تتعامل مع هذا الموضوع. بدي إياك تدير بالك على موضوع إنك أنت تتبع للأعراض لكل الناس اللي حواليك عشان تحمي حالك وتحمي أولادك، لأنه فجأة بحكي لك وزير الصحة إنه يتم فحص. خليني أشوف إذا أجاني هاد، إن شاء الله إنه يكون أجاني هذا اللينك. اوكي ما اجاني، بس اللي عرفته انا من اخوي انه وزير الصحه، لسه انا ما قرات الخبر بس هو فرجاني اياه، بيحكي لك انه وزير الصحه بيحكي لك انه يتم فحص المسافرين القادمين عبر مطار الملكه علياء الدولي باجهزه لا يستطيعون رؤيتها. حاول تحترم عقول الناس والشعب وخلينا نشوف الاجهزه اللي بتفحص فيها، ارجوك خلينا نشوف الاجهزه اللي بتفحص فيها. واذا ما كنت تفحص فيا ريت لو انك تتخذ الاجراءات بشكل كثير مباشر بشكل كثير سريع في الاردن، فالفيروس يتم حصره وتتعاملوا معاه باكثر جديه وبطريقه تكون بروفيشنال، انك تحمي الشعب الموجود عندك في الدوله لانك انت المسؤول عن حمايتهم من هاي الناحيه. لكن بدنا منك انك انت تاخذ الموضوع بجديه، وانك انت تحط في بالك انه دير بالك على حالك ودير بالك على أولادك، وإن شاء الله كل المصابين في فيروس الكورونا هم يشفوا من هذا المرض وما حدا يتعرض للإصابة بهذا الفيروس. إن شاء الله إن الفيديو بس لو يوعي أتليست شخص واحد أنا بكون كثير مبسوط. يا ريت لو تشيروا هذا الفيديو على أوسع نطاق، وراح أعمل إن شاء الله بكرة وبعده ما بعرف، يعني إن شاء الله أني أقدر ألحق راح أعمل فيديو أو اثنين هيك يعملوا شوي توعية عن كيفية الوقاية من هذا الفيروس والإجراءات الاحترازية تبعته وشو الأعراض تبعت فيروس الكورونا. لهون بقول لكم شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وأشوفكم في فيديوهات جاية.